بين الرئيس علي عبد الله صالح. ما الذي أدى؟ ما الذي حصل وجعلكم أشرف عبد الملك؟ نعم. تتحدثون إذن هنا أن الأولوية هي إجراء بناء الثقة والانتهاء منها أولا. وتم تقسيم المباحثات إلى خمس قضايا أساسية. القضية الأولى تتعلق بالإطار السياسي، والقضية الثانية تتعلق بما يتعلق بالمطار، والقضية الثالثة بمطار صنعاء، والقضية الثالثة تتعلق بالترتيبات الاقتصادية والمواضيع الإنسانية، والقضية الخامسة وهي يعني تقريبا قد تم فيها بعض الإنجازات ما يتعلق بالأسرى. والآن يعني إذا كان لديكم أسئلة فتفضلوا. هل توافقون على أن يكون مطار صنعاء مطار داخلي؟ متفقين على القرار الأممي 22/16. وفد الحكومة يؤكد أنه سيرفض. فيما يتعلق بموضوع الأسرى، أعتقد السؤال تكرر كثيرا. نحن قلنا يجب أن ينتهي هذا الملف بكل أبعاده، بحيث يطلقوا كل الأسرى عند كل الأطراف، والاتفاقية واضحة تنص على إطلاق الكل مقابل الكل. والآن نحن بصدد الخطوات المقبلة وهي تبادل قوائم الكشوفات عند كل طرف. ما يتعلق بقضايا يعني هذا أعتقد سيشكل حل جذري لكل التعاوي المتعلقة بهذا الجانب أو بما يتعلق بجانب الأسرى والسجناء.